نحن بولاية خنشلة في اللمسات الأخيرة لتحضير الدخول المدرسي 2024-2025، ونحن على استعداد تام لاستقبال أبنائنا التلاميذ يوم 22 سبتمبر 2024 على مستوى كل المؤسسات التربوية القديمة والجديدة منها، حيث سجلنا هذه السنة باستقبال واستلام ثانويتين، الأولى بثانوية ششار والثانية بدائرة ششار والثانية بدائرة قايس. عندنا ثلاث متوسطات، واحدة متوسطة تم استلامها وهي اليوم تستقبل التلاميذ بكل الوسائل المادية والبشرية من تجهيزات وتأطير تربوي وإداري، الأمور عادية جدا، ومتوسطتين، واحدة ببلدية خنشلة والأخرى ببلدية قايس كذلك. عندنا مجمعات مدرسية، مجمع مدرسي تم استلامه ببلدية خنشلة وهو يستقبل الآن التلاميذ وكل الوافدين، بما أنه حي سكني جديد يوم أكثر من 1800 سكن جديد. وكذلك سنستلم خلال الأيام القليلة القادمة مجمع مدرسي كذلك هنا ببلدية خنشلة. كذلك سنستلم خلال هذه الأيام 23 قسم توسعة بمرحلة التعليم الابتدائي وثلاث أقسام بمرحلة التعليم المتوسط. وكذلك هناك توسعة في استعمال اللوحات الإلكترونية، كانت ولاية خنشلة مستفيدة ب 22 مدرسة ابتدائية، وحاليا تم توسيعها إلى 40 مدرسة ابتدائية أخرى موزعة على كل البلديات على مستوى الولاية.